انا الشغلانه بتاعتكم دي بقى بصراحه انا مش عايزها، ما تنفعنيش، مستغني عنها. والعربون بتاعكم اهو، اتفضلوا خدوه، روحوا انتوا وسيبوني انا هدور على تاكسي اروح بيه. تاكسي في الحته المقطوعه دي؟ انا هتصرف، مالكوش دعوه، اتفضلوا انتوا. طب قوم يا استاذ نبوي، قوم يلا. لا انا مبسوط هنا. لا جلال انت جننت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده؟ ها؟ تعبان كبرى، القرصة منه والقبر، في منه كتير قوي هنا. يلا يا اخوانا السلام عليكم. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى، انتوا هتسيبوني هنا مع التعابين والحاجات دي؟ والله براحتك يا استاذ نبوي، عايز تقعد هنا اقعد، عايز تيجي معانا اهلا وسهلا. يلا شنطوري. يلا يا دكتور هادي. استنوا يلا جلال انت وشنتوري، هات ابو العلا. اتاخرتوا ليه؟ ايه اللي حصل؟ شوية مشاكل كده بس الحمد لله انتهت على خير. على مالك يا شنتوري؟ ما يلا يا استاذ نبوي، مش ناوي تنزل ولا ايه؟ طب افهم الاول. زي ما انت شايف هنركب الطيارة. لا 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 لا، انا لحد كده وصلت لاخري، أنا ماليش في الطيران ده. وبعدين بقى مع الجدع ده؟ يا عم جلال، يا عم جلال أنا مش عايزك تتعصب. إيه بقى تتحرك؟ طب أنا عندي مشكلة. مشكلة إيه بس يا أستاذ نبوي؟ ما جبتش الباسبور. أنت هتحرك؟ يا جماعة يا جماعة أنا ماليش في الطيران ده خالص. أنا بكتير أتوبيس أو عجلة، إنما طيارة وهليكوبتر كمان. عشان خاطري أنا كومبارس وصامت كمان. يا دكتور هاشم، يا دكتور هاشم الجدع ده مش هينفع. بالظبط، انا بقى مش هنفع خالص. ايه رايك اجيب لك واحد صاحبي يقوم بالدور ده بطريقه ممتازه؟ انت هتحرك عليا النعمه، لو ما ركبت الطياره دلوقتي لحفرتك لفوقك بالطبنجه دي. طب وليه؟ ليه؟ يلا 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 احنا نتاخر، يلا يلا. عامل ايه؟ حالته وحشة، ربنا يستر. ربنا يستر عليه وعليا. احنا مسافرين بره مصر مش كده؟ طب قول لي بس مسافرين على فين؟ كابتن يا كابتن، قربنا نوصل 10 دقايق. This is AUB 543. This is AUB 543. You receive me? This is SS Carolina. We hear you loud and clear. Over. Give us your coordination, please. Over. Our coordination are 25°, 20 minutes north, 35°, 40 minutes east. What is your TOA? Our estimation time of arrival is 05 minutes from now. We have casualty on board. Be prepared. Over. Good luck. Over and out. اوكي. Stop. All Angel stop. ها وصلوا. Here they are. ايه ده؟ ايه ده؟ هو بيعمل ايه؟ يا اخي اخرس، يا اخي اخرس اخرس. ايه ده نازل في البحر؟ يلا. هو في الجو يلا وفي البحر يلا، كله يلا، مفيش حاجة تانية يعني. يا أخي يلا بقى. يلا خلص بقى. أعوض عوض. طب يلا يلا. من هنا. من هنا؟ متأكد؟ أيوه من هنا. الراجل المكسح اللي على الكرسي ده هو الرئيس بتاعكم؟ رئيس مين؟ رئيس الهباب اللي بتهببوه ده. يلا يلا بقى. تعالوا. فلوسي 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 فلوس يا حراميه يا رصوص يا نور. انا لو طلعت هقطعكم. يا نهار اسود يا نهار اسود. هرجع انا بقى ازاي دلوقتي؟ الوقعة المنيلة اللي أنا وقعتها دي. عامل ايه؟ اصابته جامده بس الحمد لله الدكتور قدر يطلع الرصاصه. هو فينه؟ نايم في كابينته وشنتوري معاه. عرفتوا مين اللي هاجمكم؟ جلال شاكك انهم من رجاله المكتب التاني. وجدع اللي جبتوه اخباره ايه؟ خواف ومتوتر وعصبي قوي. الله اعلم بقى اذا كان هينفع ولا لا. انت مش هتقابله يا حكيم؟ هقابله طبعا، بس سيبه يرتاح شويه وبعدين ابقى اتكلم معاه، لسه معانا وقت. مساء الخير. ممكن تقول لي الناس اللي بره دول واخديني على فين؟ طب بلاش، في واحد اسمه جلال خد فلوسي، تضربه وتجيبهم وانا اشوف لك مكافأة. كلكم كومبارس صامت، مفيش حد متكلم يقول لي احنا رايحين على فين؟ أنا هضرب عن الطعام، مش هاكل، مش واكل. على فكرة الدكتور طمني على أبو العلا، قال إنه محتاج بس يستريح شوية عشان يعوض الدم اللي فاته. على بكره ان شاء الله هيبقى كويس. دكتور حكيم، انا شايف ان الجدع اللي احنا جبناه ده مش هينفع، ورايي ان احنا نستعين بالخطه البديله. ما تستعجلش يا جلال، ما تستعجلش. بعدين انا قلت لك قبل كده ان الخطه بتاعتك دي خطر، والاستعانه بالجدع دوت اخطر، ده ممكن يكشفنا ويضيع كل حاجه. هنشوف يا جلال، هنشوف. هاشم. ايوه. انا عايزك تتصل بالجماعه بتوعنا وتخليهم يجهزوا على بكره بالليل على الساعة 12 بالظبط. طب والجدع اللي متلقح تحت ده؟ الصباح رباح يا جلال، الصباح رباح. عايز افطر. سيبوها بقى. اتفضل. على فين؟ بطل لمضه واتفضل يلا. على فين؟ خلص. طيب خلاص، ما تضايقش نفسك قوي كده. خلص بقى. تعال يا استاذ نبوي، اتفضل قرب ما تخافش. فلوسي فلوسي. مش بطال ابدا. يعني ايه مش بطال؟ انت هتتجوزني؟ احنا اسفين قوي على الازعاج اللي سببناهولك. ازعاج سببتهولي؟ لا ما سببتوليش ازعاج ولا حاجه، انا ما انزعجتش غير من الطياره والمركب والعربيه والرصاص، انما انتوا لا ابدا. هتحرك. سيبه يا جلال، سيبه يا جلال، من حقه اللي حصل له. مش شويه، اي حد غيره كان قال اكتر من كده. يا دكتور حكيم الراجل ده تعبنا قوي طول السكه. هو كان متوتر شويه واعصابه بايظه على الاخر. متوتر واعصابي بايظه على الاخر؟ امال اعمل ايه؟ ارقص وزغرط وسط الرصاص اللي بيتضرب حواليا ده والناس عماله تموت؟ وبعدين معاك بقى، انت مش ناوي تبطل؟ انا ما بشربش سجاير، وبعدين انا مش بنقوم من هنا بقى غير لما اعرف ايه اللي بيحصل ده بالظبط. انتوا تقولوا لي فيلم وبعدين بطوله وانا بلعتها زي الحمار، واديكوا في الاخر طلعتوا بتوع ارهاب ولا مخدرات ولا اي حاجه. وعيب اقول لكم بقى حاجه، ان كل اللي انتوا بتعملوه ده غلط، واكبر غلط كمان تخطفوا مواطن مصري من حضن بلده وتعملوا فيه كده. ده يعاقب عليها القانون، يتقبض عليكم وتتحبسوا. ولو انتوا عاوزين طمعانين فيا يعني في فديه ولا فديه، اعرفوا انا ما حلتيش اللضه. أنا يا باشا بجد يعني أنا يتيم، لا عندي أب ولا أم ولا أصحاب، يعني الماهية من الصراف على العلاوة على الإنصاف، يعني مش هتلاقي معايا حاجة خالص. ها خلصت كلامك يا أستاذ نبوي؟ آه خلصت، بس أنا لو ما رجعتش بلدي هوديكم في 60 داهية. روح قول للمراكب يرجع بالمركب مطرح ما كان، يلا يلا وإلا بقى أنا بقول. وإلا يا نبوي؟ جلال ما ده مش هينفع يا دكتور، مش هينفع. شيل مسدسك يا جلال وسيبنا لوحدنا. هاشم. ايوه. سيبونا لوحدنا لو سمحتوا. خلي ده معاك يا باشا. شيله، مفيش داعي. خلي معاك احتياطي. شيله يا جلال، شيله. يعني لو قمت تجري هجري ورايا مثلا ولا ايه؟ ايه المخ ده؟ ممكن تهدى عشان نعرف نتفاهم؟ اتفضل تعالى اقعد. ده ولا ده؟ اتفضل اقعد جنبي هنا. اتفضل. انت باين عليك راجل ابن حلال، بس تفاهم بيني وبينكم مفيش. ليه؟ ده الدكتور هاشم قال لي انه اتفق معاك على الشغل وانكم وصلتوا لاتفاق. شوف بقى يا استاذ حكيم، اسم الدكتور حكيم، باب النجار مخلع، حكيم ودكتور وكده. المهم شوف يا سيدي، الناس بتوعك دول اكيد غلطوا، كانوا قاصدين حد تاني، انما جت فيا انا ممثل فاشل، ما حصلتش كومبارس متكلم، اكيد غلطوا. بالعكس، بس انا ما فيهاش اي غلط، احنا عايزينك انت وانت بالذات. اشمعنى انا؟ اشمعنى دي هنتكلم فيها بعدين. المهم دلوقتي تهدى خالص وتستمتع بالرحله البحريه، ولما نوصل هشرح لك. هنوصل فين؟ مطرح ما احنا رايحين. اه. خد العربون بتاعك اهو، خليه معاك يسليك بدل ما انت وحداني كده. نمسك. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ بتتكلم جد، مش عندنا هزار. يعني حقيقي في فيلم وتمثيل؟ اه، هو في تمثيل، انما حكايه الفيلم دي انسى. انسى ايه؟ انتوا بتلخبطوني ليه؟ ها؟ ما انا قلت لك هحكي لك بعدين. شنطوري. ايوه يا دكتور. وصل الاستاذ نبوي للعنبر بتاعه وحضروا له فطار كويس. ما كانش من امبارح اكيد، واكيد جعان. اتفضل يا استاذ نبوي. اتفضل يا زعيم، اتفضل. استنى انت هنا يا جلال، واهدى لا يطق لك عرق. ايه رايك يا حكيم؟ مش بطال، لمد شويه وعصبه جامد. لمد وعصبه جامد؟ ده جبان يا دكتور، انت ما شفتوش كان بيكلمني ازاي؟ هو ده اللي عجبني فيه على فكره، بالرغم من خوفه وجبنه منك، لكن قال كل اللي في نفسه. يعني انت رايك نكمل معاه بالخطه الاساسيه؟ لازم نكمل يا دكتور. أنا رأيي بقى إن إحنا نخلص منه ونرميه في البحر وننفذ الخطة البديلة. يا جلال أنا قلت لك قبل كده الخطة بتاعتك دي خطر، ما تنفعش، إحنا هنكمل معاه للآخر. وبعدين إحنا اللي محتاجين له، مش هو اللي محتاج لنا. ستوب زي جي. يا هاشم وصلنا؟ وصلنا. شنتوري. نعم. خليهم يجهزوا ابو العيله ويحطوها على نقاله. حاضر. وانت يا هاشم خليهم ينزلوا المركب. جلال هات نبوي. البس دول عشان ما تبردش. يا حنين. خلص. مقاسي دول؟ خلص عشان نمشي. نروح فين؟ وصلنا. هما فين التانيين؟ سبقونا. سبقونا؟ سبقونا على فين؟ يلا يا نبوي. انت عايزني انا انزل على البتاع اللي تحت ده؟ انا ما بعرفش اعوم. انزل. طب جيب لي عوامه او شمبر عجله او اي حاجه. انزل يلا. حاضر. احنا رايحين على فين؟ رايحين على بلدنا اللي هناك دي. مش شايف حاجة. لما نقرب هتشوف. يلا اطلع يا ابو احمد. يا عم حكيم، هي بلدكم دي فيها بحر وما فيهاش مينا؟ فيها طبعا. طب وليه ما بندخلش في المركب في المينا وننزل منها زي بقية خلق الله؟ لأن احنا مش زي بقية خلق الله، احنا لينا ظروفنا الخاصة. ظروف خاصة؟ يعني ايه؟ بعدين هفهمك. جلال وقف يا ريس. احنا وقفنا ليه؟ ها؟ وقفنا ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هي دي اللحظة المناسبة. يلا يا جلال. يلا يا ريس. يا جماعة ما تفهموني مين اللي بيضرب في مين؟ دول مجموعة من رجالتنا بيضربوا في نقطة حراسة للجيش. جيش؟ أيوة، عشان نقدر نخش البلد من غير ما حد يحس بينا. من غير ما حد يحس بيكم؟ أمال لو عاوزين حد يحس بيكم كنتوا عملتوا إيه؟ ده كوموفلاج، تمويه يعني. أنت كده ممكن يتقبض عليكم وتروحوا في 60 داهية وأنا معاكم. إحنا لا هيتقبض علينا ولا هنخش السجن. إشمعنى؟ لأنهم أول ما هيقبضوا علينا هيقتلونا. يقتلوكوا؟ أنا قلت برضه إنها قليلة مهببة. يلا يا جماعة. اتأخروا. زمانهم على وصول. هما مين دول اللي على وصول؟ اهم جم. ايه اللي حصل؟ بسيطة، هي رصاصة ودكتور المركب طلعها. رصاصة؟ دكتور حكيم ايه اللي حصل؟ حصلت شوية مشاكل هبقى احكي لك عليها في السكة. يلا شيلوا أبو العيلة على العربية. يلا. حرية. عرفت بسيد نبوي. حرية. أهلا وسهلا. طب أنسة ولا مدام ولا عشان لابس جوانتي؟ يلا قبل ما الجيش يحاصر المنطقة. هما كلهم كده؟ يلا يا نبوي هتركب معانا في العربية ورا وأنا هركب قدام. يلا ما يا أخينا أنت. كلهم كده. جهزت المكان؟ جاهز. يبقى نروح على هناك على طول، ومن هناك هاشم ياخد أبو العيلة ويطلع بيه على المعسكر عشان يتعالج. أنا هروح معاهم يا دكتور. ما ينفعش يا خريج، ما ينفعش. ما تخافيش، أنت لازم تبقي معانا دلوقتي عشان نبوي. يا حري ما قلتليش ايه رايك في نبوي؟ والله انا مش عارفه اقول لك ايه يا دكتور، بس انا شايفه ان هيحصل مشاكل كتير بالنسبه لجسمه وشكله، فدي حاجات مقدور عليها ممكن تتعالج. اما بالنسبه للملامح فانا شايفه انه مناسب جدا. انا ما بتكلمش عن الشكل، انا بتكلم عن الانسان نفسه. انت ما شفتش ولا ايه يا دكتور؟ والحكايه دي لو اتكشفت هيبقى شكلنا وحش وهيبقى موقفنا صعب. أنا شايفة إننا أحسن نفكر في الرأي اللي قاله جلال. اللي بيقترحه جلال ده أنا رافضه شكلا وموضوعا. الناس ما بقتش تتقبل الحياة بسهولة زي ما انت متصورة. ده ممكن يعقد الموقف أكتر ما هو متعقد. لو ما نجحناش مع الجدع ده موقفنا كلنا هيبقى في منتهى الخطورة. عشان كده مش لازم نفشل يا حورية. أنا خايفة يا دكتور حكيم، خايفة. الخوف ده بقى معانا ومصاحبنا بقاله سنين، مش جديد علينا الخوف يعني. دكتور حكيم، دي نقطة تفتيش. لحقوا. طب هعمل ايه؟ دوسي بنزين وامشي على طول. على طول؟ بقول لك امشي على طول، اوعي تقفي. هاشم، جلال. ايوه حكيم، قدامنا نقطة تفتيش. يلا يا جلال. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ساعة تاني. أول ما تضربه أنا هنبطح. ها؟ دكتور حكيم، كملي على طول. دول سديني الطريق. أي حاجة في طريقك زحيها، المهم ما توقفيش. استعد. طور. العربية بسرعة، يلا. ألو قيادة، ألو قيادة، هنا الوحدة 35. انطارت سيارة مسلحة على الطريق الساحلي في اتجاه الغرب، مطلوب قطع الطريق وتدميرها فورا. حكيم، جايين ورانا يا حكيم. هنعمل ايه دلوقتي؟ حاولي تهربي منهم على قد ما تقدري. ههرب اروح فين؟ اخبارهم ايه اللي ورانا دول دلوقتي؟ بيقربوا ورانا يا حكيم، بسرعة. يا عم نزلوني بقى، نزلوني. الله يخرس خالص بدل ما افرغ ده في دماغك، وانا مستني ان ده يتفرغ في دماغي. جبت معاكي اي اسلحه تقيله؟ كل اسلحتنا التقيله كانت في العمليه الثانيه. اللي هقولك عليه. استعد. زي ما انت. دول هيضربونا بالقنابل يا دكتور. اثبتي يا حورية. اضرب. لف شمال. صحيت. يس يس يس. تصدق ان انا ما كنتش متصور ان ده ممكن يحصل. اوه اقول لك الصراحه انا كمان ما كنتش مصدق. انا قلت خلاص يعني خلاص لحد كده وخلاص مش قادر. يا استاذ نبوي بلا استاذ بلا نبوي بلا قرف. الله سيبوني امشي بقى. ايه الحكايه؟ الافندي عايز يمشي. يمشي؟ يمشي يروح فين ده؟ قال ايه؟ عايز يرجع بلده. ما ينفعش يا استاذ نبوي، ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ روحوني دلوقتي يا اما تسيبونا اتوه في البلد. يا استاذ نبوي قلنا لك ما ينفعش، احنا اتفقنا وانت قبضت العربون. يا سيدي العربون بتاعك اهو، وانا ما مضيتش عقد. اثبت بقى، اثبت. السلام عليكم. أنا فين؟ تعملوا إيه؟ تعملوا إيه؟ السلام يا أستاذ نبوي. أنا فين؟ اطمن، أنت في مكان آمن. إيه ده؟ أنت عملته فيا إيه؟ اطمن اطمن يا أستاذ نبوي، شوية والجرح يلم ونشيل الشاش خالص. جرح؟ أستاذ نبوي، الحسنة اللي كانت في وش حضرتك إحنا شلناها. شلتوا الحسنة؟ شلتوها ليه؟ حرام عليكم. حرام علينا؟ دي حتة حسنة ولا راحت ولا جت، ثم إن شكلك هيبقى أحسن كتير من غيرها. الحسنة اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي كانت عاملة لي شغل كبير قوي، وبعدين مفيش غير 3 بس في العالم عندهم حسنة زي دي، عمر الشريف، روبرت دينيرو وأنا. تعرفي روبرت دينيرو اللي عامل كده؟ طبعًا تعرف روبرت دينيرو. أهو ده بقى مثلي الأعلى. تيجوا أنتوا تشيلوا الحسنة بتاعتي أو اللي لأصحابي، سرقوا حسنتي. أنت هتقعد تندم لي زي النسوان؟ افرض الدور اللي إحنا عايزينك فيه يحتاج إن إحنا نشيل الحسنة دي. دور إيه؟ ما خلاص بانت، لا في دور ولا دياوله. لا يا استاذ نبوي، في دور، ودور مهم جدا، وانا واثق انك هتعمله كويس. اتفضل قوم دلوقتي حالا، تلبس الهدوم دي وتطلع لنا بره، ورانا شغل. جد؟ بتتكلموا جد؟ لا، جايين نهزر هنا، طالعين رحله. شنطوره هيقعد عليك كمان شويه، ويا ريت تكون جاهز. يلا يا حوريه. شنبي وكمان شنبي، عايزين اشتغل معاكم. ادي ده انا ايه لو اشتغلت معاكم. منك لله منك لله، انت وهي جاهز يا زعيم. مش تسيبوني البس وانا لحقت. براحتك يا زعيم براحتك، انا مستني حضرتك بره الباب. انا اكيد بحلم اكيد بحلم. زعيم ممنوع. ايه هو اللي ممنوع؟ ممنوع اتكلم معاك او اقول لك اي حاجه. اشمعنى؟ الا اشمعنى؟ المكان ده مكان سري جدا، ومحدش يعرفه غير عدد قليل من الناس. يعني هتسيبونا على عمايه كده؟ دلوقتي الدكتور حكيم هيشرح لك كل حاجه. يلا اتفضل يا زعيم اتفضل اتفضل. شنطوري. ماشي يا دكتور. جنابه. اتفضل اتفضل. معلش يا اخوانا اعذروني، انا مش معاكم، انا منسحب. نعم؟ يعني ايه منسحب؟ يعني بعد اللي انتوا عملتوه فيا انا مش معاكم. هو احنا عملنا في حضرتك ايه يا استاذ نبوي؟ مش كفايه شفتوا لي الحسنه وشنبي؟ وبعدين انا من ساعه ما شفتكم ما شفتش حواليا غير انفجارات وقنابل ورصاص. للاسف يا استاذ نبوي احنا طريقنا صعب. يبقى طريقي غير طريقكم. اه انا ممثل ملياش دخل في شغل الاجرام والعصابات بتاعكم ده. احنا مش عصابه يا استاذ نبوي. والنبي ايه؟ امال اللي حصل ده بتسميه؟ تقدر تقول عليها ظروف عارضه لخبطت الخطط بتاعتنا شويه. يا سلام، كل اللي حصل ده بتسموه ظروف عارضه؟ انا لما جالي اللي اسمه هاشم ده ومع الراجل العصبي اللي اسمه جلال، ايوه ده يا سيدي بقى، قالوا لي ان همثل فيلم وبس. هم ما بعدوش كتير عن الحقيقه، احنا فعلا عايزينك تمثل، واظن انت وافقت وخدت عربون كمان، مش كده ولا ايه؟ ايوه صح، بس انا ما كنتش فاهم ان المساله بالشكل ده، وجه الوقت عشان تفهم. ممكن تسمع بقى عشان تفهم؟ حاضر هسمع. اولا يا استاذ نبوي انت مش هتعمل حاجه غصب عنك. مش هعمل؟ مفيش حد في الدنيا بيعمل حاجه حد بيجبره عليه. نسيت الشنب والحسنه؟ ممكن تخرص شويه لغايه لما الدكتور يخلص كلامه. ممكن يا الست دي مالها ومالي؟ الله، من ساعه ما شافتني وهي نازله فيا كده تلطيش شمال ويمين. ايه يا ستي، وانا اعرفك قبل كده، في بيني وبينك حاجه؟ بتعامليني كده ليه؟ فهميني. استاذ نبوي ممكن تخليك معايا انا لو سمحت؟ ايوه ممكن، بس مش شايف انت طريقتها؟ احنا بالشكل ده مش هنخلص. استاذ نبوي ببساطه احنا عايزينك تمثل دور قائد وطني عظيم. جمال عبد الناصر. اشمعنى عبد الناصر؟ عشان قال قائد وطني عظيم. يا استاذ نبوي القائد اللي احنا عايزينك تمثله هنا في بلدنا، مش عندكم هناك. سهل قوي، احمد زكي مثل السادات وعبد الناصر، واي ممثل كويس هيقدر يمثل اي شخصيه. بس دي مش شخصيه عاديه يا جدع انت. وبعدين بقى شفت حضرتك؟ حريه لو سمحتي، خلينا نخلص. استاذ نبوي الشخصيه اللي انت هتمثلها دي مش هتمثلها في فيلم، في مسلسل. ولا مسلسل؟ يبقى مسرح. ما انا بقى في المسرح ده يعني ممكن اقول لك إيه؟ يا استاذ نبوي ممكن تديني فرصة أكمل؟ أنا سايبك من الصبح. أستاذ نبوي الشخصية اللي أنت هتمثلها دي هتمثلها في الواقع، في الحقيقة يعني. مش فاهم.